زايد الإيمان شغف بعبادات رمضان. كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه دائم الحرص على إحياء ليلة القدر في 27 من شهر رمضان المبارك في كل عام. يرافقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد آل نهيان رحمه الله وعدد من أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي في إمارة أبو ظبي. كما كان الشيخ زايد رحمه الله يحرص في ليلة القدر على لقاء المواطنين والمقيمين، حيث كانت المساجد تمتلئ بمئات المصلين الحريصين على خير تلك الليلة المباركة والدعاء لما فيه صالح أحوالهم ودينهم، وأن يحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة والأمة الإسلامية، وأن يوفق الشيخ زايد رحمه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لما فيه خير للبلاد والعباد وفي قيادة دولة الإمارات إلى طريق التقدم والازدهار والرخاء.